في حين صار واضح بأنه الاقتصاد اللبناني عم بيرجع تحت ضغوط كبيرة، من المتوقع أنه تتفاقم هالضغوط بسبب الأزمة الراهنة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، لتضاف إلى الضغوط الاقتصادية المحلية اللي عم تلقي بثقلها على البلاد منذ العام 2011. فالأزمة المستجدة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي تجلت معلمة بداية العام 2012 وتفاقمت الأسبوع الماضي لتحمل في طياتها تداعيات سلبية على الاقتصاد اللبناني، وذلك بشكل مباشر عبر عدد من القنوات وتحديدا التصدير والتحويلات المالية، وبشكل محدود نسبيا عبر قنوات الاستثمار والسياحة. فيما يتعلق بالتصدير، تمثل الصادرات اللبنانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 26% من صادرات لبنان الإجمالية، أي ما يقارب المليار دولار من أصل 3.5 مليار دولار خلال عام 2020 وفق أرقام الجمارك اللبنانية، وهي تتوزع على الشكل التالي: صادرات بقيمة 460 مليون دولار نحو الإمارات العربية المتحدة، 218 مليون دولار نحو السعودية، 142 مليون دولار نحو قطر، 72 مليون دولار نحو الكويت، 25 مليون دولار نحو عمان، و6 ملايين دولار نحو البحرين. وبالتالي فإنه أي خطوة بتتمثل بوقف دول الخليج الاستيراد من لبنان من شأن أنه تفقد الاقتصاد الوطني حوالي مليار دولار من العملات الصعبة في وقت باتت احتياطيات مصرف لبنان الأجنبية على الميحاق، ما يعني المزيد من الضغوط على سعر الصرف. في موازاة ذلك، بجدر الذكر بأن اللبنانيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي يصل عددهم إلى ما يقارب 400 ألف وفق تعبيرات سابقة، وهذا الرقم قد توسع بدون شك خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة. على سبيل المثال، تشير كانت التقديرات بأن عدد اللبنانيين العاملين في دولة الإمارات العربية حوالي 80 ألف لبناني، ولكن وفق تقديرات جديدة بتشير بأنه مجموعهم قد اقترب من 160 ألف لبناني في الآونة الأخيرة، في حين تشير التقديرات إلى أن اللبنانيين العاملين في السعودية بيبلغ حوالي 300 ألف لبناني، مع تحويلات مالية سنوية تقدر بحوالي 1.8 مليار دولار من أصل 6.3 مليار دولار دخلت إلى لبنان في العام 2020، أي ما يشكل 30% من إجمالي تحويلات المغتربين، وهو ما يوازي إجمالي تحويلات اللبنانيين من الأمريكتين. وطبيعة الحال فإن هالتحويلات المالية هي آخر عمود بيرتكز عليه الاقتصاد اللبناني اللي عم بيترنح، وهي دول آخر متنفس كمان لما لا يقل عن 200 ألف أسرة لبنانية غارقة في أزمة معيشية حادة. ولكن اللي بيطمن هون هو الاستيحاب الأخيرة من دول الخليج لناحية حرص هذه الدول على اللبنانيين المقيمين فيها وعدم المساس بهم. من ناحية أخرى، الاستثمارات الأجنبية المباشرة من شأنها أن تكون عرضة لمزيد من الضغوط، ولكن انطلاقا من قاعدة متدنية في الأساس منذ العام 2012، لاسيما بعد أن انخفضت قيمتها بنسبة 22%، يعني من نحو 30 مليار دولار خلال الأعوام 2003 إلى العام 2011 لتصير 24 مليار دولار خلال الأعوام الممتدة بين 2012 و2020 وفق أرقام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. مع الإشارة هون لأنه جزء ملحوظ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في لبنان بيتأتى عادة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. في المقابل، أن القطاع السياحي من شأنه أنه يتأثر سلبا جراء قرار منع السفر إلى لبنان من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار أنه هالتأثيرات بتنطلق كمان من قاعدة متدنية، فالقطاع السياحي أساسا بيرجع تحت ضغوط كبيرة لا سيما على أثر وباء كورونا من جهة، واستفحال الأزمة الاقتصادية من جهة أخرى، ناهيك عن الأعداد الخجولة أساسا للسواح الخليجيين منذ العام 2012 عندما اتخذ قرار منع السفر. على سبيل المثال، كان عدد السياح في لبنان في العام 2010 أي قبل الاضطرابات الإقليمية بحدود 2.2 مليون سائح، وتراجع إلى 1.4 مليون سائح في العام 2012، يعني هون عم نحكي تراجع بنسبة 37%. وبالتالي فإن تداعيات الأزمة الحالية رح تلقي بظلالها على العدد القليل المتبقي من السياح الخليجيين. تجدر إشارة هون إلى أنه العام 2010 كان يعتبر أفضل عام سياحي بمر على لبنان، حين شكلت الإيرادات السياحية الناتجة عن مجيء السياح الخليجيين إلى لبنان حوالي 65% من مجمل الإيرادات السياحية اللي سجلت حينها حوالي 8 مليار دولار وفق وزارة السياحة.